عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وضيوفنا عبر الانترنت وطلبة الجامعات في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الموسم الثالث للجامعات وبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة جامعات يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، ووزارة الشباب والرياضة. في الموسم الثالث من العباقرة جامعات، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات هتساوي مبلغ نقدي. في مرحلة المجموعات كل نقطة ب2000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير القرى المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 1,840,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا أول مباراة في المجموعة الرابعة واللي بتضم MTI، المنصورة، السادات وجامعة السويس. أول جامعة مشرفانا في الاستوديو شاركوا معانا في 3 مواسم قبل كده، من المقطم محافظة القاهرة، نرحب كلنا بجامعة MTI. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. أنشأت الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بقرار جمهوري وتضم عدة كليات منها الإعلام، الإدارة، الحاسبات والمعلومات، الهندسة، الصيدلة، التمريض، العلاج الطبيعي، وطب الفم والأسنان. تحرص الجامعة على إبرام اتفاقيات ثقافية وعلمية مع جامعات أجنبية، بالإضافة إلى التعاون المشترك مع المستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة للتدريب والتأهيل. حماس الجامعة MTI في مباراة النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. ربا صابر 22 سنة، كلية التمريض، جامعة MTI، محافظة المنيا. استعدنا الماتش النهاردة بأننا قسمنا ما بيننا المجالات وقدرنا الحمد لله نجمع أكبر قدر من المعلومات وإن شاء الله نحقق سكور عالي النهاردة. اسمي عبد الله وليد، سني 21 سنة، كلية العلاج الطبيعي، جامعة MTI. أنا اللي هنزل النهاردة فقرة تحت الضغط، عملت كل السيرش المطلوب من أكبر المواقع العلمية والثقات عشان أقدر أشارك في الفقرة تحت الضغط، وزمالي ساعدوني إن هم حطوني في مناخ تحت الضغط عشان أقدر أجاوب أكبر عدد ممكن في أقل وقت. يمنى يوسف 21 سنة، كلية صيدلة، جامعة MTI، محافظة المنوفية. أنا أول مرة أشارك في برنامج العباقرة وزمايلي شاركوا قبل كده في الموسم الثاني وإدوني من خبراتهم اللي اكتسبوها قبل كده وساعدوني كتير وأتمنى نحقق على سكور النهاردة. اسمي أحمد أبو الفضل، 20 سنة، كلية علاج طبيعي، جامعة MTI، محافظة الشرقية. البنك الأهلي بالاشتراك مع برنامج العباقرة ليهم دور عظيم في تطوير القرى وتطوير التعليم في مصر، وأنا وزمايلي مبسوطين إن احنا بنشارك بإجاباتنا صحيحة في التطوير ده. جامعة MTI الحمد لله على السلامة. شاركتوا في الموسم الأول لعباقرة الجامعات والموسم الثاني لعباقرة الجامعات والموسم الأول لعباقرة التمريض. وإيه رأيك يا ربا؟ أيوة طبعا رجعتي تاني. أو قوليلي بقى العباقرة بيمثل لك إيه؟ برنامج العباقرة عامة بيمثل لي تحدي في جمع المعلومات، تحدي في التركيز، تحدي في استيعاب المعلومة وإزاي ندور على المصادر ونجيب المعلومة اللي ممكن ما يكونش حد عارفها. قربك من جامعات تانية؟ أكيد. صح ولا غلط؟ كان فرصة للتواصل مع جامعات أكتر. جاهزين؟ إن شاء الله. عبد الله ويمنى وأحمد أبو الفضل برحب بيكم وهنتكلم مع بعض وسط الحلقة. كلنا نحيي جامعة MTI. أما جامعة تانية واللي هتنافس وبقوة للحصول على أول 3 نقاط، فريق قوي صاحب خبرة من محافظة أهلية، نرحب كلنا بجامعة المنصورة. جامعة المنصورة بدأت الدراسة بكلية الطب عام 1962 كفرع لجامعة القاهرة، ثم أنشأت جامعة شرق الدلتا بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتم تعديل المسمى إلى جامعة المنصورة عام 1973. تضم العديد من الكليات مثل الطب،
وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والزراعة والتجارة والحقوق والعلوم والتربية والآداب والفنون الجميلة. هيمثل جامعة المنصورة في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. أنا اسمي ميرنا محسن، عندي 24 سنة، كلية طب جامعة المنصورة محافظة الدقهلية. أنا نوعا ما بحب القراءة وبحب أن أنا مجال الكتابة أكتر، فيمكن فريقي معتمد عليا بنسبة كبيرة في مجال الأدب. بحب برضو مجال العلوم، فالفريق معتمد عليا في مجال العلوم ومجال المعلومات العامة. اسمي محمد عزيز، سنة 23 سنة، كلية طب جامعة المنصورة محافظة دهلي. طبعا مقسمين الفقرات على كل واحد وعاملين مدورة أو تدوير ما بيننا وبين بعض، فما قدرش نحن أقول إن إحنا وحشين في مجال معين، إنما إحنا متساويين في جميع المجالات ومسابقة ملهاش قاعدة معينة، فبالتالي ما قدرش أقول إن إحنا وحشين في مجال معين. أنا اسمي إسراء عماد، 22 سنة، كلية التمريض جامعة المنصورة محافظة دهلي. انا اللي هنزل النهارده فقره تحت الضغط. اشتغلت على نفسي اكتر وبدات ان انا اجمع في سورس كتير واجمع اكبر عدد من المعلومات، وان شاء الله اقدر اجاوب على اكبر عدد من الاسئله في اقل وقت ممكن. اسمي صابر مقصود حامد، سن 19 سنه، كليه الهندسه، جامعه المنصوره محافظه الدهلي. بنك اهلي بيقوم بدور جميل جدا، بيشترك مع برنامج العباقره في تطوير الكره والمدارس، وانا من واجبي انا وزمايلي ان نجاوب اجابات صحيحه. الاجابات دي بدورها تحول لنقط، والنقط تتحول لمبالغ ماليه تساهم في تطوير الكره والمدارس. جامعة المنصورة الحمد لله على السلامة. فريق أنا حافظه 1-1، فريق ما بيهزرش. أنا بنبهكم قبل ما نبتدي الحلقة. ميرنا، ازيك يا ميرنا؟ الحمد لله، ازي حضرتك يا مستر؟ رجعتي تاني، إحساسك إيه بقى لما رجعتي تاني؟ أكيد يعني اكتسبت نوع من الثقة شوية، بس يعني التجربة بالنسبة لي برضو بحاول أستمتع بيها في كل مرة بحاول أكررها. يعني استعديتي بشكل مختلف ولا هو استعداد جامعة المنصورة العادي اللي احنا عارفينه؟ لا مختلف. يعني هو المرة اللي فاتت كنا مستعدين، بس الموضوع ماشي يعني مش منظم قوي، انما المرة دي عارفين كل واحد نازل عامل ايه او كل واحد هيجهز ايه، فبرضو الخبرة فرقت. يعني نتوقع الفاينل بإذن الله يا رب ان شاء الله. نسأل عزيز. عزيز الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا استاذ حسام. محمد عزيز الحاصل على لقب الأديب الراحل عبد التواب يوسف للطالب المثالي في الموسم الأول، نحييه كلنا. والحاصل على 465 نقطة، أعلى سكور في عباقرة الجامعات. قولي يا عزيز، بقالك سنتين ما جيتش هنا. تقريبا يعني داخلين في سنتين. داخلين في سنتين، إحساسك إيه؟ لا طبعا إحساس جميل، حتى يعني الواحد متحمس من امبارح، بقاله فترة أصلاً كمان، بس زاد الحماس أكتر امبارح، إن أنا على طول باجي هنا بقالي سنتين ضيف أو مع تمريض أو كده، بس ده أول مرة من سنتين أقعد في المكان ده. وطبعاً فوجئت النهاردة بتغيير المكان، لأن ده مش مكان أصلاً مفروض عظيم. بس هو قالك ليدز فيرست تغيير بقى. ليدز فيرست وتغيير بقى. جاهز ماتش النهاردة؟ إن شاء الله بإذن الله. إسراء وصابر مرحب بيكم، هنتكلم مع بعض وسط الحلقة. كلنا نحيي جامعة المنصورة. عباقرة الجامعات في الموسم الثالث، 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هي الرياضة التي كان يحترفها البطل المصري عبد اللطيف أبو هيف؟ محمد عزيز، خطفت البازر، إجابتك السباحة. الاتحاد الدولي للسباحة أطلق عليه لقب أعظم سباح في التاريخ، وحقق بطولة العالم 5 مرات. نحيي كلنا الراحل عبد اللطيف أبو هيف. إجابة صحيحة. قول لي مين هتبتدي الأول؟ إن شاء الله جامعة المنصورة بإذن الله. تمام، جامعة المنصورة هتبتدي الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. جامعة المنصورة سؤال في الجغرافيا، والسؤال هو: إحدى دول حوض النيل ويعني اسمها بلد الألف تل، فما هي؟ مساحتها حوالي 26,000 كيلومتر مربع، مليانة بالتضاريس، في
فيها مرتفعات بركانية كتيرة. محمد عزيز إجابتك. رواندا. رواندا إجابة صحيحة. رواندا الإجابة صحيحة. أول 10 نقط لجامعة المنصورة. جامعة MTI. سؤال في جغرافيا. في جوكر؟ جغرافيا. والسؤال هو ما هي أكبر دولة أسيوية غير ساحلية في العالم من حيث المساحة؟ مساحتها أكتر من 2,700,000 كيلومتر مربع. هسهلها عليكم، رابع أكبر دولة في آسيا من حيث المساحة إيه؟ عبد الله. خلاص ما عادش يتكلم معايا. عبد الله إجابتك. كازاخستان. كازاخستان. عبد الله وليد إجابتك أنت. إجابة إيه؟ إجابة صحيحة. كازاخستان الإجابة صحيحة. برافو عليك يا عبد الله. كده نتيجة تعادل 10-10. المنصورة سؤال في التاريخ. في جوكر. في جوكر. متوقع. دوس على البازر. تفضل. سؤال بعشرين نقطة. تاريخ والسؤال هو. تم توقيع معاهدة فاونتن بلو عام 1807 بين فرنسا ودولة أوروبية أخرى. فما هي؟ في 27 أكتوبر 1807. نابليون من فرنسا. عزيز. بريطانيا. بريطانيا بعشرين نقطة. إجابة خاطئة. مش بريطانيا. فرصة MTI تكسب 20 نقطة. عبد الله إجابتك. روسيا. خسارة 20 نقطة دول يا عبد الله. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. هولندا، إسبانيا، ألمانيا، سويسرا. عبد الله. إسبانيا. إسبانيا. وخدت الريسك في 10 نقط. كان الاتفاق بين فرنسا ودولة أوروبية لغزو البرتغال. وإسبانيا إجابة صحيحة. إسبانيا الإجابة صحيحة. 20 نقطة. MTI خطفتها من جامعة المنصورة. جامعة MTI 30. وعندكم سؤال في التاريخ. في جوكر؟ ليه؟ هناخده إن شاء الله. في العلوم؟ لا هناخده معانا. هترجعوا بالمقطم. تاريخ والسؤال هو تعد فاطمة نسومر من أشهر رموز المقاومة الشعبية في إحدى الدول العربية. فما هي؟ أعلنت الحرب على الاستعمار وهي عندها 20 سنة. الجزائر. عبد الله. يعني ضد الاستعمار الفرنسي صح؟ أعتقد. إجابة صحيحة. الجزائر هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا عبد الله. وكده نتيجة 40 MTI 10 المنصورة. جامعة المنصورة. سؤال في الأدب. أدب. والسؤال هو أريك آرثر بلير هو الاسم الحقيقي لأحد الكتاب الإنجليز، فمن هو؟ وضعته صحيفة The Times في المرتبة الثانية في قائمة أعظم كاتب بريطاني بعد عام 1945. 5 ثواني. بدنا. جورج أورويل. جورج أورويل. في إجابة تانية؟ تخمينة. مش إجابة. أو. جورج أورويل إجابة صحيحة. جورج أورويل إجابة صحيحة. برافو عليك يا ميرنا. وبكده النتيجة 20 جامعة المنصورة، 40 جامعة MTI. وعندكم سؤال في الأدب. أدب. والسؤال هو أديب مصري راحل مؤلف رواية موت عباءة، فمن هو؟
كانت الرواية دي بتعبر عن التغيرات اللي حصلت في المجتمع المصري بعد إعلان الجمهورية. عبد الله إجابتك. يحيى حقي. دكتور يحيى حقي بعشر نقط. ونسأل منصورة كده لو عندهم إجابة تانية. في إجابة تانية. مشكلة. يبقى يا عبد الله إجابة إيه؟ خاطئة. برافو عليك، إجابة خاطئة. مرنا إجابتك. خيري شلبي. خيري شلبي طبعا إجابة صحيحة. خيري شلبي الإجابة صحيحة وكده النتيجة 30 جامعة المنصورة 40 MTI. المنصورة سؤال في العلوم. علوم، والسؤال هو ما هي جنسية عالم الإحصاء الشهير فرانسيس جالتون؟ ما هي جنسية عالم الإحصاء الشهير فرانسيس جالتون؟ 10 ثواني. مرنا. فرنسي. فرنسي إجابة خاطئة، مش فرنسي. أحمد بالفضل. إنجليزي. إنجليزي إجابة إيه؟ إن شاء الله صحيحة. إجابة صحيحة. إنجليزي الإجابة صحيحة أو بريطاني. أحمد بالفضل 10 نقط وبكده النتيجة 50 MTI 30 جامعة المنصورة. صابر. ازيك يا صابر؟ الحمد لله كويس. صابر ما شاركش مع بقرة الجامعات ولكن شارك مع برق العز في الموسم الخامس. طبعا دول فرق كذا سنة. سنتين. ووصلت للنهائي في الموسم الخامس، يعني مش هزار يعني. قول لي حلمك اتحقق الحمد لله. الحمد لله وصلت صح؟ الحمد لله. احنا عندنا كل حاجة متسجلة، فهنطلع حلمك وانت بتقول، والنهارده وانت قاعد على كرسي الجامعة. قول لي احساسك ايه بقى وانت بتشارك مع جامعة المنصورة؟ احساس مختلف طبعا، لان يعني اتنقلت من مركز لمركز تاني في المستوى، وكنت لازم ازود من ثقافتي وازيد من معلوماتي عشان اشرف جامعتي ان شاء الله. بس انت كمان وصلت مع برق العز للنهائي، ودي كانت حاجه مش سهله برضو. في الموسم الخامس يعني، برافو عليك يعني، ربنا يوفقك يا صابر. شكرا. اخر سؤال في الفقره في العلوم ل ام تي اي. جوكر. لا هنروح بيه زي ما حضرتك قلت. سؤال سهل. علوم، والسؤال هو في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان يقع غشاء الشغاف؟ في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان يقع غشاء الشغاف؟ عبد الله. القلب. ما سمعتوش كلامي. كان ممكن يكون سؤال صعب وبرضه ناخد الريسك يبقى خطر. طيب. القلب وكان سؤال سهل. إجابة صحيحة. القلب هي الإجابة الصحيحة، والمفاجأة إن كل أسئلة الفقرة الأولى اتجاوبت بالكامل. النتيجة في نهاية الفقرة 60 جامعة MTI 30 جامعة المنصورة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 90 نقطة فقرة العلم، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 180 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية.